معكم ميثود إثراء، وهي طريقة إثراء الرصيد اللغوي في تعلم اللغة العربية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، معكم ميثود إثراء. الآن سنقوم بحوار حول الطعام. طيب يا أخي، ماذا تطلب من الطعام؟ بعض السمك والقروز من فضلك. ماذا تطلب من الشراب؟ ماء من فضلك. ماذا تطلب من الفاكهة؟ التمر والعنب. ماذا تريد أن تشرب؟ أريد شايا. تريد شايا؟ أريد شايا. كم كوبا من الشاي تشرب كل يوم؟ أشرب كوبا اليوم. كوبا من الشاي كل يوم. كل يوم. طيب، هل تريدون أن تشرب قهوة؟ نعم، أريد قهوة. طيب، القهوة بالحليب؟ نعم، القهوة بالحليب. القهوة بالحليب. طيب، هل تريد شيئاً آخر؟ لا، وشكراً. عفواً، بارك الله فيكم.